نشكر فيه المدير الجهوي لوزاره الشؤون الثقافيه. في البدايه اشكر الموقع الالكتروني جدا الكف على مواكبته للمعرض الجهوي للكتاب الذي تنظمه المديريه الجهويه لوزاره الشؤون الثقافيه في دورته الرابعه، والذي اتخذ هذه السنه شعار معرض الكتاب فضاء خارق للمبدع. وسيستمر هذا المعرض من 4 اكتوبر الى غايه 10 منه، وسيمتد ان شاء الله الى غايه 14 حتى من هذا الشهر من شهر اكتوبر، حتى يتمكن كل العارضين من عرض ابداعاته، وحتى يتمكن القارئ وحتى يتمكن المتتبع للكتاب والمنشغل به كل من الطلبه والاساتذه والتلاميذ لمعرفة آخر الإصدارات ولمعرفة ما تزخر به المكتبة الوطنية والدولية كذلك والمكتبة على مستوى الجهة الشرقية. كما قلت أن هذا المعرض الجهوي ينظم في دورته الرابعة من طرف المديرية بشراكة مع ولاية الجهة الشرقية ومجلس الجهة الشرقية والجماعة الحضرية بجدة ووكالة تنمية عمل الفرقة للجهة الشرقية، وبتنسيق وتعاون مع اتحاد المريخ عجده والجمعيه الشرقيه لكتب وجده. كل ذلك كما ان هذا المعرض الجهوي في دورته الرابعه لم يقتصر فقط على عرض الكتب، بل هناك برنامج ثقافي فني مواكب لهذه الدوره، خصصت له خيمه ادبيه لتوقيع العديد من الاصدارات إصدارات لكتاب وأدباء الجهة الشرقية، واقتصر على إصدارات أخيرة التي أنتجها أو أبدعها أو كتبها مبدع وكتاب الجهة الشرقية. أن هذا المهرجان أو هذا عفوا هذا المعرض الجهوي في الدور الرابعة هو يندرج في إطار التصور العام لوزارة الشؤون الثقافية، خاصة والأسس الخمس التي وضعت كاستراتيجية أساسية للاشتغال على المشهد الثقافي أو العقل الثقافي للمملكة، من بينها البند الذي يتعلق أو المرتكز الذي يتعلق بالاهتمام بالمبدع وبالمبدعين وبالكتاب وبالكتاب، بحيث أن هذا المعرض يهدف إلى الرفع من المبدعين من الإبداع عفوا والاهتمام بالمبدعين في مجال الإبداع من اجل الدفع بهم قدما الى العطاء اكثر والى البذل اكثر والى التنافسيه الجهويه فيما يتعلق بالابداع الادبي. وهنا الدعوه موجهه الى كل مبدعي الجهه الشرقيه للعطاء اكثر ولمواكبه الابداع الجهوي الجهوي والوطني والدولي. ان هذا المعرض قيمه مضافه لهذه الجهه وقيمه مضافه لهذه المدينه العتيقه والتي تستحق كل العنايه في مختلف المجالات، سواء كانت مجال الثقافي او مجال الاجتماعي او غيرها من المجالات الاخرى. ان هذا الـ هذا الـ هذا المعرض هو متنفس كذلك لمجمل القراء ولمجمل الكتاب ولمجمل محب الكتاب ومحب الريشه ومحب القلم لزيارتي، ونحن الان نتواجد بالخيمه الادبيه التي وضعت خصوصا لهذا المعرض، ونحن نلاحظ الجمهور الغفير الذي يزور هذه الاروقه اروقه المعرض. هذا المعرض يتميز هذه السنه بخصوصيه وهو استضافه المعهد الفرنسي للجهه الشرقيه كضيف شرف، كذلك يحضر معنا المجلس الجهوي لحقوق الانسان كهذه مرة لأول مرة، وكذلك مركز دراسة الأبحاث والعلوم الإنسانية ومركز دراسة الأبحاث الاجتماعية والإنسانية بوجدة. إذن هناك العديد من الأروقة، العديد من المشاركين، سواء كانوا من مكتبات من كتبيين ومن دور النشر التي مثلت من طرف المكاتب أو المكتبات على مستوى الجهات الشرقية، هناك عارضون كذلك عموميون من الجامعة محمد الأول قسم كلية الأدب والعلوم الإنسانية، هناك مديرية المقاومة، هناك مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية، هناك نيابة التعليم، هناك وكالة تنمية عمل الفرقة للجهات الشرقية. إذا هناك العديد من العارضين الذين أثثوا هذه الأروقة وأعطوا جمالية لهذه المدينة التي تعرف حركة وتعرف ديناميكية، فلا بد أن نسير الركب الحضاري والتنموي الذي تعرفه الجهة الشرقية على يد
صاحب الجلالة الملك محمد السادس مما فرض الله وإيده، وبالتالي في الهم الثقافي هو موكب للهم التنموي التي تعرفه جهة الطريق. شكرا لموقع